Tu demandais être Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dual aux conditions au, 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 climatiques. Le terrain, il est aussi il est pire que, que Chaker Donc, il pas nous raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 50, 55 matchs euh, l'année. Il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain gérer. C'est un fait.

ولذلك كثير من الناس ربما ما يوصلهمش الاشعار وما يعرفوش او يوصلوا متاخر لان مش مفعلين الجرس من يستطيع منكم ان يفعل ذلك فليفعل لانه كثير منكم يشتكي انه اللايف ما يوصلوش او يوصلوا متاخر نعم كاين بعض التعقيدات مع اليوتيوب لكن في الحقيقه جزء من هذه المشاكل تقدر تحلوها عن طريق الاشعار وال وال وايضا السبسكريبشن يعني آه طبعا يعني الملخص بالتاكيد الناس تابعت الموضوع بلا ما نترجم واش قال بالماضي لانه تكلم بالفرنسيه وهو لا يلام لانه طبعا الماضي عاش احيانا تقريبا كلها في فرنسا يعني يعني المدرب الجزائري مستورد في النهايه صحيح هو جزائري لكن في النهايه هو جزائري نجح في الخارج يعني ما عندناش مدرب محلي اللي يقدر يمشي البلاد وشفنا لما كان ماجر هذا على اساس انه كان محلي بالرغم انه عاش كثير في الخارج لكن على اساس انه محلي وكذا شفتوا الكوارث اللي كان دارها رابح ماجر والفرق ما بين رابح ماجر وبالماضي انا مانيش متحمس كثير لقضيه كره القدم في اوضاع البلاد تغرق فيها لكن هذا جزء من الجزائريين راهم بالنسبه اليهم نافذه لان الناس راهي مخنوقه في البلاد واللي يبقى الفريق الوطني لما يدير ماتش مليح ويلعب مليح ويربح إلى آخره، يرفع شوية للناس بعض المعنويات خاصة الشباب، وطبيعي أن يعني الشباب في سن من 15 سنة إلى 30 سنة خاصة أو حتى إلى 40 سنة، الناس تكون مهتمة بي... باللعب يعني، مازال الناس في سن ممكن اللي يهتموا فيه باللعب إلى آخره، وكاين حتى ناس كبار مش مش مشكل هذا يعني. فنقطة الأولى هو أنا بالماضي في الحقيقة جزائري نجح في الخارج. كون بقى في الجزائر يفشل كما فشلت طاقات هائلة ودمرت طاقات هائلة في الجزائر كلما كنت في الجزائر كلما كنت عندك أخلاق عندك كفاءة عندك مستوى كلما تدفع الثمن كلما كنت فاسد مفسد مجرم سراق متذلل منافق كلما وصلت إلى المناصب العليا قليل وين تلقى واحد فيه شيم أخلاق الرجال أو مرأة فيها أخلاق النساء عندهم شرف عندهم مروءة عندهم رجولة عندهم اللي تلقاه بالفعل في منصب ومازال قادر يشد لكن حتى هذون يعانوا يعانوا معاناة شديدة لأنهم عايشين في جو تاع رداءة في جو تاع نفاق في جو تاع ضرب تحت ال... تحت رجلين واللي ما يمشيش وعارفين باللي اذا ما كنتش فاسد ومفسد وفاسده او ما راح تبيرسي ما راح توصل ولا يحطوك على الرف كثير منهم محطوم في الاربعينات او في الخمسينات وهم في قمه العطاء نتاعهم في الاداره او في الجيش او في الشرطه او في الدرك او في القضاء او في قمه العطاء نتاعهم في قمه الاداء نتاعهم في قمه العمل نتاعهم كسروهم لازم يكسروهم اذا آه من الماضي غاضب غاضب جدا ملخص هنا يقول الجزائر عيب ما عندهاش ارضيه حتى ملعب وهران ما نروحش نلعب فيه قال لك هذا ملعب تاع تعال... اللي دايرين فيه الشواء وبالفعل يعني كانت فضيحه وكانت الناس تبعتها آه، ثم زاد آه، قال لك ولا ملعب خمسه جبيلي لا ملعب شاكر في البليده اللي المفروض غدوه يلعبوا به ماتش مع جيبوتي في اطار تصفيات العالم كاس العالم ولا ملعب وهران يصلح ولا ملعب خمسة جويلية يصلح بما ان فيش ملعب قالوا ما عنديش ملعب ما عنديش وين نلعب غدوه كان الماتش انا حتى راني حاير وين راح يعني لانه هو يقول بصراحه ما عندناش ملعب ويقولها نهار قبل قال راح يشوف في الملعب تاع الشاكر لقاه كارثه ومن تبريرات تاعهم فيه الشامبينيون فيه الفطريات فيه كما قال هو قال لك احنا الشامبينيون ما ناكلوهمش الجزائر يخرجونا غير في الملاعب ومن التبريرات تاعهم ان خذا كود في وهران وفي تشاكر قال لك خذا كود نعم أرد رد عليهم قال لهم انا عشت في في بلاد ودربت في بلاد يقصد قطر لانه كان يدرب هناك في قطر وين توصل درجه الحراره 60 درجه ما هيش 45 او حتى 50 اللي ممكن توصلها ممكن استثناء وصلتها في الشمال ربما العام هذا او بعض المرات استثناء يعني قطر هذه توصل مش ستين توصل قريب خمسة, سخ... خمسة وستين ويزيد يعني هو شا... صرح وقال ان عندهم ثلاثين ملعب هذه دولة هكذا صغيرة خلاص عدد السكان نتاعها في 2012 او 2011 كان عدد الس... العدد الرسمي هو 125 الف سكان قطر الحقيقيين وعندهم زوج ملايين ونص او زوج ملايين و600 نتاع اجانب يخدموا في البلاد يعني البلاد كلها ثلاث ملايين ومساحتها كلها الجلفه ربما تدير بها زوج مرات طبعا انت تقدر تدير بها عشر مرات او عشرين مره هذه راح تفتح راح 2022 كاس العالم يعني طبعا انا اعتبره عبث وصرفوا كاين كلام يقول بلي صرفوا 300 مليار دولار أو ما يزيد على كاس العالم هذا لكن هذا نقاش اخر

Puisque moi, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage et que ce n'est pas des conditions climatiques et que ce n'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. <Gentle conferdles> la manière a les champignons de chauffe-eau, les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a, a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons. Il n'y a que l'Algérie qui a de champignons. Le Rada, c'est du sabotage. Il sabotage, il y a de قبل شهر تبوني تبرع بستاد للمولدية قال لهم استاد قال على دويرة يعني تاع دويرة للمولودية تاريخ الوطني ما عنده وين يلعب يعني المشكلة الرئيسية هنا اللي طرحها بالماضي بغض النظر فقط على قضية الفوتبول وقضية الملاعب وقضية اللي هي كارثة يعني وانوصل الفوتبول الجزائري ونوصل كل الرياضات الجزائرية كما قلت في البدايه شفنا في طوكيو كيف كانت الهزيمه والاهانه صرف ما يعادل او ما يزيد عن مئة مليار سنتيم ما جابوش ميداليه واحده وعدد الاداريين وعدد المرافقين وعدد اكثر من عدد الرياضيين مرتين او ثلاثه كلها بزنس كلها علاقات يعرف وزير يعرف جنرال يعرف قاضي كبير يعرف سفير يعرف يحطه في الطياره روح على ظهر لا برانسيس كما يقول المثال الشعبي يروح على ظهر الشعب كلش خالص البي خالص لوتيل خالص 500 اورو 300 اورو في النهار الماكله الاخر الشراب مش عارف ثم هزيمه حيث ان اخر بلدان صغيره هكذا مطيشه في في بعض الجزر جابت ميداليات والجزائر لم تاتي بشيء كان المفروض هذا في حد ذاته في موضوع الرياضه هذا كان يكون صدمه لهذه العصابه ولا شيء بالعكس مسؤولين قاع في بلايصهم لكن عندما يكون تبون مزور ويكون العسكر هما اللي يجيبوا تبون ويجيبوا الآخرين والعسكر بعقلية ثكنات وبعقلية هبط رب الواد استغفر الله هذه العقلية اللي راي سايدة عقلية كازيرنا اللي طرحها اليوم بالماضي إضافة إلى مشكل لعب مشكل الفريق الوطني ومشكل طرح مشكل أساسي مركزي سابوتاج البلاد مصابوطة البلاد مكسرة وهو اللي بديت فيه الحديث أنا علاش رام يتصرف مع البلاد بهذه الطريقة كل احتلال مباشر الناس تفهمه وتتعامل معاه بأي طريقة مع ذلك في هذه الحالات وفي هذا الوضع تجد من هنا هناك باسم المدخلية مثلا على سبيل المثال اللي قدس لك الحكام بعضهم مازال يبعث لي أنت تنشر الفتنة أنت تقول يعني اللي يقول لكم هذا, هذا حق وهذا باطل هذا خير وهذا منكر وشر هذا, هذا معروف وهذا منكر يصبح نشر الفتنة الفتنة الحقيقية هو أن يموت الناس وما يلقاوش أكسجين الفتنة الحقيقية هو أن يبقى ملايين الجزائريين في الداخل وفي الخارج مش قادرين يسافروا في حين أن العصابة تسافر بطائرات خاصة على ظهر الشعب الجزائري الفتنة الحقيقية أنكم تجيبوا ناس بطائرات ويدخلوا وما يديروش بينما الجزائري يديرها الفتنة الحقيقية هو أن الجزائري يدفع أجر تذكرة عشر مرات أو خمس مرات اللي يدفعها جاره في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في ليبيا حتى ليبيا المدمرة بالحرب الفتنة الحقيقية هو أنه ما يجيكش الماء في العاصمة لمدة ثلاثة أيام ربع أيام خمسة أيام أسبوع أو أسبوعين أحيانا فما بالك على المدن الأخرى وال... وال... الفتنة الحقيقية هو أن ملايين لا يجدون عمل في بلاد يحتاج كل شيء الفتنة الحقيقية هي أن عشرات الآلاف من الشركات تغلق أو على أبواب تغلق لأن النظام فاشل تماما الفتنة الحقيقية هو أنك السيارات وبالمناسبة اليوم أيضا جايبين قال لك إجراءات أخرى عاودوا غيروا الإجراءات اللي لغاوها العام فات عاودوا جابوا إجراءات أخرى أن السيارة اللي تشتريها في الجزائر 200 مليون تسوى في أوروبا بما يعادل 100 مليون بالجزائري آلاف أورو اللي يشريها الفرنسي او البريطاني او البلجيكي او السويسري او ب 5000 اورو وانت تشريها بما يعادل 10000 اورو في حين ان الفرنسي على سبيل المثال الحد الادنى نتاعو هو 1200 اورو في الجزائر الحد الادنى هو 100 اورو هو زوج ملاين ومعدل الدخل هو 4 ملاين بمعنى 200 اورو معدل الدخل في فرنسا او في اوروبا هو 3000 اورو 4000 اورو اي انه مضاعف ما بين 10 الى 15 مره مع ذلك يشري الاوروبي السياره ارخص من اللي تشريها انت بمرتين بهذا المقياس كان المفروض انه السياره لما يشريها الاوروبي ب 500 ب 5000 اورو انت تشريها ب 500 اورو لان انت دخلك 10 مرات اقل سواء كحد ادنى او كمعدل اسعار او دخل. الفتنه الحقيقيه هو انك تروح تحوس على الخبز وما تلقاهش او تلقى فقط الخبز نتاع 15 دينار وعشرين دينار الفتنه الحقيقيه هو ان البطاطا انت تشريها بنفس السعر واحيانا اغلى من اللي يشريها الفرنسي او البريطاني او البلجيكي او الاسبانيولي الفتنه الحقيقيه هو انك في رمضان تغرق في الزيت وتغرق في لاشين باش تدير الزيت وتتضارب على الزيت وانه في الشتاء كما في الصيف تتضارب على شكارة الحليب في بلاد هي عاشر مساحة في العالم الفتنة الحقيقية هو ان الناس تداز وتضارب بما فيهم الشيوخة يطيحوا وعجايز يطيحوا باش يروحوا يجيبوا زوج ملاين ولا ثلاث ملايين ولا خمس ملاين من لابوست الفتنة الحقيقية هي اللي هي ان جامعاتنا خارج اي تصنيف عالمي وهي في أبشع أوضاعها التعليمية الفتنة الحقيقية هو أن يهرب الجزائريين نساء ورجال وأطفال وشيوخ في البطيات وبعضهم يغرق وبعضهم يترمى في مراكز عند السبانيول وعند الطليان وعند الفرنسيس وعند الأتراك وعند اليونان وبعضهم يعذب عذاب رهيب وبعضهم يفقد عقله الفتنة الحقيقية أن ملايين من الجزائريين يهربوا من العالم اللي عايشين فيه في المخدرات والسكرة وأن آلاف الجزائريين بما فيهم أسر يعيشوا في مدن في الشوارع وأن هناك آلاف أطفال الشوارع في المدن الكبرى خاصة الفتنة الحقيقية مرة أخرى أن عاشر مساحة في العالم نصف السكان يعيشون في ظروف بائسة جداً في السكن أو ما عندهمش أصلا سكن الفتنة الحقيقية أن المرأة توصل 30 وخمسة 35 و 40 وما تتزوج وربما ما تزوج أبدا وما تجيبش أولاد لأنها الخطيب أو الزوج اللي باش يتزوجها ما عندوش سكن وأحيانا ما عندوش عمل وأحيانا عايش على العشر آلاف اللي يديها من عند باباه ولا من عند إماه الفتنة الحقيقية هي أن الأسعار ترتفع وترتفع وترتفع والمداخيل تنخفض والدينار ينهار الفتنة الحقيقية هو أن بعد ستين سنة استقلال وبعد مصاريف مليارات الدولارات على الرياضة وحدها وعلى المشاريع الرياضية وعلى الملاعب وعلى يخرج لك في على قبل يوم واحد يخرج الناخب الوطني باش يقولك ما عندناش ما عنديش وين نلعب ما عنديش ستات الفتنة الحقيقية هو أن عندك خمسمائة ألف تلميذ وتلميذة يتسربون كل عام يوصلوا لطروازيام ويتم طردهم تسعة أساسي أو تيرمينال ويتم طردهم ما عندهمش مخرج ما عندهمش تكوين واللي عندهم تكوين عندهم تكوين فارغ لا معنى له الفتنة الحقيقية ان تخرج اطباء ومهندسين واساتذة اساتذة وتكوينهم ضعيف وضعيف جدا. كثير منهم يلجا الى الانترنت او يلجا الى كتب خارجية او يلجا باش يرفع مستواه. الفتنة الحقيقية انك تغلق مجال منافسة داخليا وخارجيا. الفتنة الحقيقية ان كبار الجنرالات باعترافكم انتم وبأنهم الآن مسجونين وكثيرين منهم متهمينهم بالفساد المالي، واحد واحد لقيتو عنده 800 مليار سنتيم في الدار، خلاف الذهب وخلاف الأورو والدولار، الفتنة الحقيقية هو أن يكون لديك ضباط في الثلاثينات والأربعينات يرمون ويروحوا لديارهم، بينما الجنرالات في السبعينات وفي الثمانينات من العمر من العمر ما يعرفوش يفتحوا إيميل. عايشين في عالم آخر هما اللي يقودوا الجيش يقودوا البلاد أيضا مش الجيش فقط الفتنة الحقيقية أن يخرج الشعب يطالب بحقه ويطالب بدولة مدنية فيصبح أن اللي يطالبوا بدولة مدنية هو اللي مطريحة طريحة في التسعينات كما قال تبونهم الفتنة الحقيقية أنك تضرب الناس في ورقلة كما في المنيعة كما في خراطة كما في وهران الفتنة الحقيقية أنك تطارد الأحرار في الداخل وفي الخارج وأنك تمد مصالح البلاد باش يسلموك سيرجون شاف فضحكم وكشفكم الفتنة الحقيقية هو أن تصبح الجزائر لعبة وأن الجيش الجزائري يتوجه باش يقاتل من أجل الاستعمار في مالي الفتنة الحقيقية هو الجنود وصف الضباط والضباط اللي في الثكنات لا يجدون ما يأكلون لأن الأكل نتاعهم يهرب أو يدار دراهم في جيوب الكبار جنرالات وكبار ضباط الفتنة الحقيقية هي الطرقات وهي عندما تنزل الأمطار تغرق مدن بأكملها الفتنة الحقيقية في الصيف الناس تعاني وفي الشتاء الناس تعاني الفتنة الحقيقية في بلاد الغاز نصف الجزائريين ما عندهمش غاز دو وما زالوا بالقرعة ويضاربوا على القرعة الفتنة الحقيقية بعد ستين سنة ما كانش مستشفى يعالجوا فيه كبار المسعورين اللي يسموه مسؤولين ويروحوا في طائرات خاصة لسويسرا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا الفتنة الحقيقية بعد ستين سنة ما نصنعوش سلاحنا ونضطر نجيبوها نجيبو مصنع تا صناعة تاع ولا كلاشينكوف الخنشلة عن طريق الإمارات الفتنة الحقيقية أن دول جات بعدنا وراحت بعيد استقلت بعدنا وراحت بعيد هاي الفتنة الحقيقية يقول بن باديس رحمه الله لما سئل عن الفتنة قال الفتنة هي الحاكم الجائر الحاكم الظالم للحاكم الظالم يدمر كل شيء اليوم صادر صادر أو أمس عن مركز كندي يسمى سيتي فريزر فريزر انستيتيوت أو سيتي فريزر وهو ثينك ثانك يتحدث جاي قارن ما بين الدول العربية قال في 22 دولة عربية وش خرج ما هو رقم الجزائر في قضية الاقتصاد في قضية الحريات الاقتصادية في قضية العمل في قضية الشركات رقمها عشرين جات بعدها فقط سوريا وليبيا سوريا اللي مدمرة بالحرب تماما عشر سنوات حرب مدمرة وليبيا ايضا تقريبا اين موريتانيا افضل اين اليمن افضل اين العراق المحتلة والمدمرة افضل ما نحكيش على امارات الخليج لا اماره المجرمين تاع دبان تاع الامارات ولا بحرين ولا قطر هذو جو الاوائل لصوص كبار لكن بناو بلدانهم مجرمين كبار لكن بناو بلدانهم يدي شوي يدي النص ويخلي النص البلاد يبني بها البلاد بل إنها بلداننا هذا تاع الامارات وغيره باش يدي البلادو الفتنه الحقيقيه يا عبيد العبيد هذو مش حكام هذو عبيد هذو عبيد عند القوى الكبرى هذو وكلاء هذو وكلاء تاع استعمار يا عبيد العبيد يا من يا ذباب يا من تاخذ زوج ملايين وثلاث ملاين باش تسبوا من يريد ان يحرركم كي تقوم دولة حقيقية دولة مدنية دولة دولة عادل وقانون ما تديش زوج ملايين باش تسب الناس او ثلاث ملايين باش تسب الناس ربما تعود عندك شركتك الخاصة ربما تدي عشر ملايين وعشرين مليون بالسنتيم الجزائري ما تعيشش على السب وعلى يا ذباب يا من تشتغلون ذباب وأنتم بعشرات الآلاف الآن يا مداخلة يا من تزعمون أن الإسلام يأمر بطاعة الحاكم حتى ولو كان ضرب ظهرك وأخذ مالك واغتصب زوجتك واغتصب وطنك هذا مش إسلام هذا تدجيل أنتم عبيد عند العبيد والمخابرات السعوديه لقمتكم دين المدخليه لاصبح هو بدل ما تروح الدين الاسلامي الحقيقي الفتنه الحقيقيه هو ان يعيش الشعب كله حاله ياس وبؤس فينتحر فيه الناس ويهرب فيه الناس وتتحطم فيه الاسر ويشعر الناس بقلق رهيب ما عندناش حكام ما عندناش حتى طغاة بمعنى انه طاغية لكن خدم او يخدم عندنا عبارة عن عبيد رديئين فاشلين تاع شهوات ليس اكثر نتاع مخدرات وسكرات ليس اكثر نتاع بيع البلاد ليس اكثر هم الخوان الحقيقيين الذي يريد ان يحرك يساهم باش يدافع عليك كان ممكن الناس اللي راهي تهدر من الخارج خاصة ان تعيش حياتها ان تعيش حياتها وتعيش مع اولادها وتعيش في بلدان متوفر فيها كل شيء ويكفي ان يكون عندك ذكاء محدود باش تعيش لا عليك فما بالك ان يكون عندك ذكاء متوسط او عالي هؤلاء راهم يضحوا بحياتهم وبأولادهم وبأسرتهم وبراحتهم وبأموالهم، باش يدافعوا البلاد ويدافعوا على شعبهم، وهم ماهمش يديروا مزية، هذا واجب لمن يفهم معنى الواجب ومعنى الوطن ومعنى الشعب، وطن لا نسكنه لكنه يسكننا، الفتنة الحقيقية. هو أنه بعد ستين سنة تحترق الناس في النيران وما عندكش طائرة واحدة تطفي بها النيران أريد قبل أن أذهب من هنا فقط أن أقول لإخواني المغاربة الأشقاء أو الفريق الجزائري سيأتيكم إلى مراكش يوم 7 سبتمبر، نتمنى عليكم أن تظهروا للعالم أجمع حبكم للشعب الجزائري، وحبكم للبلاد الجزائرية، وعدم تعثركم بما بهذه العصابات المجرمة، التي خربت المنطقة، وخربت بلادنا ودمرت بلادنا.